هل اي حاجه بتحصل لك في حياتك انت بتكوني مسؤوله عنها؟ لا مش كل مسؤوله عنها، ظروف المجتمع نفسها ممكن تفرض عليك اشياء انت ما ممكن ما تكونش مجبر عليها انك تعملها، في نفس الوقت اشخاص اللي بتقابلهم، المواقف اللي بتحصل منهم، مشاكل الاسره نفسها، البيئه. طبيعي اللي بيحصل لي في حياتي عامه مش كل مسؤول عنه، ان انا الانسان عامه مخير ومصير في حاجات ومخير في حاجات. الحاجات اللي انا بعمل بيها بعملها الشخصيه اللي انا دي طبعا انا مخير فيها، لكن في حياتي العامه في حاجات مش مخير فيها، حاجات بتتعمل عامه في الحياه او في اليوم بتتعمل طبيعي انا مش قادر اغيرها. الحاجات اللي انا مسؤوله عنها زي مثلا انا اللي بقرر هدرس فين او هشتغل فين او هاخد كورسات فين عشان اقدر اشتغل شغل احسن. مثلا انا هقرر ان انا اختار شريك حياتي، انا اللي هقرر، انا اللي شايفه مصلحتي فين. الحاجات اللي انا مش مسؤوله عنها زي ما قلت لك تصرفات بتحصل صدفه في حياتي ما ببقاش ساعات عارفه اتصرف فيها لانها بتحصل صدفه غريبه جدا. لا مش كل حاجه بكون مسؤول عنها، الحاجات اللي قضاء وقدر ربنا هو اللي بينزلها او بتحصل لي باراده ربنا، والحاجات اللي بارادتي المنفرده دي اكون مسؤوله عنها، لان في نيه من عندي بقى ان انا اعمل الفعل ده، وفي الحاله دي انا السائل عليها لان دي بارادتي المنفرده. لا المساله دي مساله فلسفيه ومساله فيها شك كبير جدا، يعني اختلف العلماء هل الانسان مخير ولا مسير، بس انا بؤمن بحديث النبي عليه الصلاه والسلام كل ميسر لما خلق له. انا في حاجات انا مسير فيها وفي حاجات انا مخير فيها.